كذلك عبر سكايب ولكن من بكين الأستاذ الدكتور نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ سيدي الكريم من واشنطن حيث الأستاذ مسعود معلوف. الأمريكيون سيد مسعود سارعوا بالقول إنه لدينا اتفاقيات مع الفلبين تعود إلى حوالي 10 سنوات سابقة، يعني هذا ليس جديدا، يعني كل ما يتحدث الغضب الصيني مثلا، غضب كوريا الشمالية، كل ما يتحدث عنه الإعلام في تلك المنطقة من العالم ليس جديدا، هذه اتفاقيات قديمة. هل هذا كلام صحيح في رأيك؟ أولا تحية لك وتحية للضيف الكريم من بيجينغ وتحية للمشاهدين الكرام. العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين علاقات قوية، علاقات تحالف، لدرجة أن الفلبين كانت معتبرة حتى تاريخ استقلالها عام 1946 كانت معتبرة جزءا من الأراضي الأمريكية، وكان هنالك قواعد دائما، قواعد أمريكية ثابتة ودائمة حتى العام 1992. منذ ذلك التاريخ لم يعد هنالك قواعد ثابتة، ولكن بقيت العلاقات قوية إلى أن جاء كما تفضلتم في المقدمة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، واتجه أكثر نحو الصين وابتعد شيئا عن الولايات المتحدة. الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن هو يود أن يعود بعلاقاته مع الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق يعيد إحياء اتفاقات سابقة ويعطي الولايات المتحدة، يسمح بالأحرى للولايات المتحدة باستعمال 4 قواعد عسكرية فلبينية، ولكن هذه ليست قواعد دائمة للولايات المتحدة، هي قواعد في الظروف الحالية حيث ترى الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تقوم بتجارب قوية جدا وتتسلح كثيرا وتهدد إلى حد ما حليفة الولايات المتحدة كوريا الجنوبية. من هذا المنطلق الولايات المتحدة تود تعزيز علاقاتها مع حلفائها كوريا الجنوبية واليابان والفلبين، خاصة وأن الرئيس فرديناند ماركوس الابن هو الذي يود التقارب أكثر وأكثر من الولايات المتحدة. للمرة الثانية سيدي الكريم أنت تؤكد أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن هو الذي سعى لإعادة إحياء تلك الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو كذلك، هذا أمر يناسب الولايات المتحدة ويناسب الفلبين. الفلبين تود الابتعاد بعض الشيء عن الصين، خاصة وأن الصين بدأت تقوم بعمليات تسلح في المنطقة وتهدد إلى حد ما تايوان التي هي قريبة جدا من الفلبين، وفي حال قامت الصين بأية عمليات عسكرية لاجتياح شبه جزيرة تايوان، فإن الفلبين ستتعرض لكثير من الأضرار من ذلك لأنها قريبة جدا من تايوان. من هذا المنطلق، من مصلحة الفلبين حاليا برئاسة فرديناند ماركوس الابن، ومن مصلحة الولايات المتحدة أيضا نتيجة تعهداتها مع تايوان بالدفاع عنها بتقديم كل الوسائل الممكنة باستثناء طبعا القيام بالحرب نيابة عنها، بالدفاع عنها، فهذا أمر يناسب الولايات المتحدة ويناسب الفلبين، ولكنه طبعا لا يناسب لا الصين ولا كوريا الشمالية. دون شك يا سيدي، هذا هو المنطق البسيط. أذهب الآن إلى السيد نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي الذي يشرفنا عبر سكايب من بكين. إذا ما الذي يغضب الصين وهذه علاقات تقليدية تعود إلى عقود خلت سيد رونغ؟ أهلا ومرحبا بكم. طبعا هذا يعتبر يعني التوسع العسكري أو زيادة وجود العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة. هناك يعني 4 قواعد عسكرية جديدة وهي قريبة جدا من الصين، وكذلك هذا الزيادة يعني ستؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.
ولا يساهم كيف في سيد رونج، كيف يؤدي حلول القوات الأمريكية في قواعد عسكرية في الفلبين إلى زيادة التوتر في المنطقة؟ فمن الواضح أن التحركات الأمريكية هذه تهدف إلى مراقبة التحركات الصينية، وكذلك إلى احتواء التطور الصين. وزيادة الوجود العسكري وكذلك تشكيل التحالفات مع الدول المجاورة للصين، هذا الهدف الأساسي من هذه التحركات الأمريكية، هو طبعا من أجل الاحتواء الصين، وكذلك زيادة وجود العسكري، وكذلك سد يعني تجعل الدول المنطقة في سباق التسلح وعودة إلى أيام الحرب الباردة، وكل هذه لا ستدر بالسلام والاستقرار في المنطقة. دعني أقول لك ما يعني عبر به المحللون عن مواقفهم بشأن هذا التطور الجديد. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإحياء صداقات وتحالفات قديمة في الإقليم للدفاع عن تايوان، ليس عن استقلال تايوان لاحظ، لكن الدفاع عن تايوان والدفاع عن كوريا الجنوبية، هذا هو ما يثار على الأقل في الإعلام الأمريكي. وهذا غير منطق، لأن دعني أوضح شيئا، هو الموقف الصين الثابت، وهو أن تايوان لا يحتاج إلى الدفاع من قبل الولايات المتحدة. فإذا كان الصين تقوم بالدفاع عن ولاية نيويورك أو ولاية تكساس، هل ستقبل ذلك الولايات المتحدة؟ فلأن هذا هو الاختلاف. الموقف الصين، فإن قضية تايوان وتايوان هي أرض لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والقضية مسألة تايوان هي من شؤون داخلية صينية ولا تسمح لتدخل القوى الخارجية فيها. فلذلك الدول المنطقة كذلك تتمسك، مثلا الفلبين الشهر الماضي، قبل أقل من شهر، هناك زيارة لرئيس الفلبيني للصين، وهناك توافقات بأن الفلبين تتمسك بسياسة الصين الواحدة، وكذلك هناك توافقات بين البلدين بأنه ستقوم بحل الخلافات عبر المفاوضات الثنائية ورفض التدخلات القوى الخارجية وحل الخلافات بطرق سلمية. فلذلك هذه المنطقة يعني لا تحتاج إلى التدخلات القوى الخارجية أو لكن ماذا عن كوريا الشمالية، عن بين قوسين مغامرات النظام الكوري الشمالي؟ طبعا الصين يعني تتمسك بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ولكن يجب أيضا إعطاء الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية. فتحركاتها هو بسبب جاءت بسبب قلقها الشديد لأمنها، لأن دائما هناك التهديدات الأمريكية باستخدام القوة، وهناك مناورات العسكرية الأمريكية وأيضا أمريكية اليابانية وكوريا الجنوبية. فالتحركات يمكن أن نرى كل التجارب إطلاق صواريخ يعني جاءت بتزامن مع المناورات الأمريكية. لذلك حل يعني تسوية هذه القضية تحتاج إلى جهود مشتركة من الأطراف المختلفة، والتحديدات وفرض العقوبات لن تحول المشاكل. أعود الآن إلى واشنطن حيث سعادة مسعود معلوف الدبلوماسي السابق. سيدي الكريم،
لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة مدينة في العالم، وهناك تفاوض بين أوجه الحالة القيادة الأمريكية لمنع حدوث حالة من التوقف في الإدارات الأمريكية نتيجة الارتطام بسقف الدين بعد تجاوزه 31 تريليون دولار. أنت أدرى منا بهذا الكلام، كيف يمكننا أن نفسر هذا التوسع الأمريكي المكلف جدا في هذا الإقليم من العالم سيدي؟ نعم، هنالك مشاكل داخلية في الولايات المتحدة، ولكنها مشاكل عائدة للسياسة الداخلية الأمريكية، قضية الدين وقضية سقف الدين وقضية الجمهوريين الذين يرفضون رفع سقف الدين. هذا أمر لا عائد للسياسة الداخلية، علما بأن ما تود ما على الولايات المتحدة أن تدفعه الآن هو من الالتزامات التي التزم بها الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوري، والآن عليهم أن يدفعوا. ولكن ميزانية الجيش، ميزانية القوات العسكرية الأمريكية موجودة ومقررة منذ السنة الماضية، هذا لا يتطلب إضافة ميزانيات جديدة. ولكن بالنسبة إلى هذا الوضع بالذات، علينا أن نذكر أن المشكلة بدأت عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوزي تايوان، وبدأ منذ ذلك الحين بدأت الصين تهدد وتقوم بتصريحات غير ودية تجاه تايوان، كما أنها قامت بتجارب عسكرية بالقرب من تايوان. منذ ذلك التاريخ تأزمت العلاقات، واعتبرت الولايات المتحدة أن عليها تنفيذ اتفاقياتها مع تايوان، علما أن الولايات المتحدة منذ عقود من الزمن عندها سياسة الصين الواحدة، ولكنها في الوقت نفسه عندها سياسة أيضا ليس الاعتراف باستقلال تايوان كدولة مستقلة، ولكن بحكم ذاتي في تايوان، ولها علاقات قوية جدا اقتصادية وحتى أيضا علاقات دفاع. أستاذ مسعود، من هذا المنطلق نعم، بمنطقك الذي أثق 100% أنه منطق سليم، ألا ترى أنه هذا تناقض؟ ليس فقط تناقض، هذا ما تعترف به الولايات المتحدة نفسها، بأن سياستها تجاه الصين وتايوان هي استراتيجية غموض، هذا ما تسميه هي بنفسها الولايات المتحدة. يعني ليس هذا أمر يعني نحن نقوله أو نعلق عليه، الولايات المتحدة عندها هذه الاستراتيجية الغامضة في علاقاتها مع تايوان ومع الصين، عندها علاقات خاصة مع تايوان، وفي الوقت نفسه تعترف أن بسياسة الصين الواحدة، ولا تقبل بأن تجتاح الصين جزيرة تايوان. هذا هو وضع الأمريكي، هذه هي سياسة الأمريكا، لا أدافع عنها لا، ولكن أقول أن هذه هي سياستها. ومن هذا المنطلق، وبعد أن هددت الصين فعلا جزيرة تايوان عبر المناورات العسكرية القريبة جدا من الجزيرة التي أتت في الماضي، سافرت في شهر نوفمبر الماضي نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الفلبين، ومن هذا المنطلق هنالك بدأت بالمفاوضات، ووافقت الفلبين عندئذ على إعطاء الولايات المتحدة بصورة مؤقتة السماح لها بالأحرى باستعمال هذه القواعد العسكرية. والآن أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هنالك، تأكد ذلك من جديد، وشكر لويد أوستن القوات الفلبينية، السلطات الفلبينية على ذلك. هذا هو الوضع كما نراه حاليا، لا ندافع عنه ولا نتهجم عليه، هذه هي الأمور كما نراها. نبرتك هذه سيد الكريم، شكرا. قبل أن أعود إلى بكين، سؤال صغير، في تصورك هذه خطوة أولى تعقبها خطوات أخرى لتوثيق تحالفات أو إحياء اتفاقات عسكرية في المنطقة؟
الأمر برأيي أنا أعتقد الأمر متوقف على ردات الفعل الصينية والكورية الشمالية. الولايات المتحدة هذا الموقف الذي اتخذته الآن الولايات المتحدة باتفاقها مع الفلبين لا شك أنه من جهة من أجل تايوان، ومن جهة ثانية أيضا هو من أجل كوريا الجنوبية. نعرف جيدا أن هنالك اتفاق قديم جدا بقيام مناورات عسكرية سنوية في فصل الخريف من كل عام بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ولكن هذه المرة حصلت منذ أيام قليلة مناورة عسكرية استثنائية، وذلك ردا على ما كانت ما قالت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تقوم به من إرسال صواريخ باليستية وغير ذلك من الأمور. نعم. يعني الأمر متوقف على ردات الفعل من الصين ومن كوريا الشمالية برأيي. سأعود إليك سيدي الكريم بسؤال قد يكون هو السؤال الأخير في هذه الفقرة حول دور شرطي العالم الذي يحلو للولايات المتحدة الأمريكية أن تلعبه مهما كان مكلفا، سيكون هذا سؤالي الأخير لك، لكنني أذهب الآن إلى بكين حيث نادر رونغ. سيد نادر، ما هو رد الفعل الصيني العسكري بين قوسين المتوقع على هذه الخطوة الأمريكية الفلبينية؟ أنت تفهم ما أعنيه، لأنه بكين لها ردود أفعال على كل خطوة أمريكية مماثلة، تفضل. نعم طبعا، حاليا الصين لديها قدرة كافية للتوحيد السلمي، للتوحيد الكامل للبلاد بأي وسيلة، فلذلك الصين تريد أن تفهم الولايات المتحدة بأنه لا يجب المسألة تايوان هو خط الأحمر، وإذا لم يكن هناك تعامل يعني مناسب في بهذه المسألة قد يؤدي إلى يعني الصراع المفتوح ويعني تقليب العلاقات الصينية الأمريكية. فهناك تعهدات الأمريكية في بدء عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهناك بيانات مشتركة ثلاثة بين البلدين بأنه لا يجب أن تكون هناك التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ولكن حاليا الولايات المتحدة دائما تخالف هذه المبادئ وتعهداتها، ويعني أقوالها لا تتفق مع يعني تحركاتها. ففي القول هناك تعهدات رئيس بايدن بأنه لا تدعم تايوان، وهناك أيضا لا تشكل التحالفات لاحتواء الصين، ولكن في الواقع تحركاتها تحركات الولايات المتحدة يعني ذهب إلى الاتجاه العكس معاكس. فلذلك لكن في الحقيقة سيد رونغ، سؤالي كان عن ما يمكن توقعه من الجيش الصيني، الجيش الصيني الذي له ردود أفعال على الأقل مناورات في منطقة قريبة من القواعد العسكرية الأمريكية، شيء من هذا القبيل، هل تتوقع رد فعل من هذا النوع؟ طبعا أمس أو قبل أمس هناك أصبح يعني المناورات أو نقول التدريبات عسكرية أصبح روتينية حول الجزيرة تايوان، لأنها يعني جزيرة تابعة للصين، وهناك التدريبات عسكرية روتينية في للجيش التحرير الشعبي الصيني للدفاع عن سيادة الدولة وكذلك يعني السلامة أراضيها. أخيرا، الفلبين صديق، بلد صديق للصين، هل تغير هذا الوضع الآن؟ أعتقد أنه لم تتغير، لأن هناك قبل أقل من شهر هناك زيارة لرئيس الفلبيني للصين، وهناك التوافقات كثيرة، وتم أيضا توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين، وهناك
يعني توافقات بأن البلدين يعني يرفضان التدخلات الخارجية للشؤون تنفذ المنطقة. هذه الاتفاقيات، اتفاقيات التعاون في تصورك حتى بعد هذا التطور الأخير؟ أعتقد يعني الفلبين هو كانت تريد يعني التوازن بين الجانب الصيني والأمريكي، وإذا كان هناك هذه الاتفاقية تسب لصالح البلدين ويمكن تحقيق الفوز المشترك والتقدم المشترك للمنطقة، فالصين ستنفذ ذلك. أعود الآن إلى واشنطن، حيث السؤال المعلق دور شرطي العالم سيد مسعود مكلف للغاية، يعني أظن أنه شريحة كبيرة من الثلاثين أو الواحد وثلاثين تريليون دولار ديونا هي منسوبة إلى هذا الدور. إلى متى تواصل الولايات المتحدة الأمريكية لعبه، وما الذي تستفيده منه؟ شخصيا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ليست شرطي العالم، ربما يحلو للبعض أن يسمي الولايات المتحدة كذلك أو حتى بعض الأمريكيين أيضا، ولكن في الواقع الولايات المتحدة عندها تحالفات مع عدد من الدول، وعندما تحصل هذه الدول يحصل أمور ما تهدد سلامة وعلاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة، تسعى الولايات المتحدة إلى التدخل، الدفاع عنها، حمايتها. لا تنجح دائما، رأينا ماذا فعلت في العراق، رأينا ماذا حصل لها في فيتنام، ماذا حصل في أفغانستان طبعا، ولكن لا أعتقد أنا شخصيا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تلعب دور الشرطي في العالم. هنالك مشاكل عديدة كثيرة في جميع بقع العالم، ولا يمكن لا للولايات المتحدة ولا لأي دولة أخرى أن تقوم بدور الشرطي الذي يراقب تحركات هذه لكن الدولة. لكن حتى لو اختلفنا في التسمية أستاذ مسعود، يظل الدور مكلفا يا سيدي. طبعا أكيد الدور مكلف، ولكن الولايات المتحدة لها مصالح في مناطق كثيرة من العالم. الولايات المتحدة هي دولة عظمى، ومن هذا المنطلق هي تسعى إلى حماية مصالحها في جميع مناطق العالم، سواء مصالح اقتصادية أو مصالح أمنية أيضا، خاصة في دول فيها إرهاب، فيها تطور لعمليات إرهابية قد تمتد إلى الولايات المتحدة، فتسعى الولايات المتحدة إلى إيقاف مثل هذه العمليات عبر تدخلاتها. لا شك أن هذه الأمور مكلفة كثيرا، ولكن صحيح. الولايات المتحدة مضطرة إلى القيام بها لحماية مصالحها وحماية نفسها. سيدي الكريم، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. من واشنطن الدبلوماسي السابق الأستاذ مسعود معلوف، وكذا شرفنا من بكين الأستاذ نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي.